مساء الخير على حضراتكم، وأهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير ليوم الخميس 5 نوفمبر 2020. سامحوني النهاردة كمان لازم نتكلم عن الانتخابات الأمريكية. ما زالت أنظار العالم معلقة بالبيت الأبيض ومن هو حاكم البيت الأبيض وحاكم أقوى دولة عظمى في العالم رقم 46. النهاردة عندنا تغطيات ومفاجآت حصلت في ولايات قلبت الموازين، وبنحاول نستشرف برضو من تصرفات المنافسين الكبار دونالد ترامب الجمهوري وجو بايدن الديمقراطي. كل واحد شكل الحكم بتاعه هيبقى عامل ازاي، من درجة تقبله للي بيحصل في المراحل الانتخابية والفرز والتصويت عبر البريد والتهديد باللجوء للقضاء واستخدام المحامين الكبار. تصرفات كتيرة لكل شخص بتورينا المزاج الشخصي الفردي لمن سيتربع ربما على عرش العالم سياسيا، وربما الاقتصاد يغير السياسة في الأربع سنين القادمين. المهم أن دونالد ترامب لو خسر هيكون هو أول رئيس منذ عام 1992، منذ معركة جورج بوش الأب، يخسر الفترة الثانية، لأن هم زي ما بنسمع من كل المحللين بيحبوا وبيفضلوا يدوا لكل رئيس ولكل حزب فرصة 8 سنين داخل البيت الأبيض عشان ينفذ كل خططه، وما يبقالوش حجة انه انا 4 سنين فما لحقتش فما كملتش فابتديت وما عرفتش امد على استقامة اللي ابتديته. النهاردة حيكون معانا تحليل سياسي لاخر مراحل انتخابات الرئاسة الامريكية. هيكون معانا من امريكا بتقنية الميسنجر كاتب الصحفي والاعلامي صفية الدين دياب، هيدخل معانا ان شاء الله. وهيكون معانا في الاستوديو خبير العلاقات الدولية الاستاذ طارق البرديسي، وحنناقش مع بعض حاجات كتير بعد استعراض كم خبر. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم، وخلينا نستعرض مع بعض كم خبر. النهارده في اجتماع هام للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتوسع في المشروعات الزراعيه بمنطقه الوادي الجديد، ده شيء مهم وان شاء الله نجني ثماره في القريب العاجل. الخبر الثاني انه دونالد ترامب يستعين بكل نجوم المحاماه الامريكيين لحسم الانتخابات، وتاكيد وجهه نظره بضروره اعاده الفرز في بعض الدوائر، وانه تسربت مئات الالوف من البطاقات التي تحمل اسم جو بايدن رئيسا للولايات المتحده الامريكيه. أيضا هناك ردود فعل عالمية كثيرة جدا حول الانتخابات الأمريكية، وحيكون معانا بعض من أهمها في انفوجراف عن الكونغرس الأمريكي وردود الفعل العالمية على الانتخابات. أخيرا أمريكا تدخل نادي دول العالم الثالث بسبب خروقات الانتخابات، واحد كتب نانسي عجرم وواحد زور وواحد ميت من أكتر من 30 سنة وبينتخبوا باسمه، وده عاملة مشاكل وفضيحة كبيرة. يعني إذا كان بيحصل في منطقتنا فإحنا مش لوحدينا. تعالوا نشوف تفاصيل الأخبار.